حمل المتحدث باسم وفد المؤتمر الشعبي العام في مشاورات الكويت الأستاذ يحيى دويد حمل وفد الرياض المسؤولية الكاملة عن تعليق مشاركتهم في المشاورات، معبرا عن أسفه لهذا التعليق غير المبرر والهادف إلى إفشال المشاورات من خلال افتعال عراقيل وعقبات جديدة. كما حمل وفد الرياض مسؤولية ما يجري من عقبات أو عقاب جماعي لأبناء الشعب اليمني من قتل وحصار شامل. يؤسفنا شديد الأسف ما حصل اليوم من انسحاب وفد الرياض من طاولة المشاورات، وهذا ليس بعمل جديد وإنما امتداد للأعمال التي يستمرونها منذ بداية المشاورات في الكويت منذ 4 أسابيع. كلما اقتربنا من مناقشة الاستحقاقات والمواضيع الهامة في أجندة الحوار كلما أقدموا على التعطيل والتعليق والانسحاب. ومن يراجع مسيرة المشاورات منذ بدايتها يجد أن هناك أعمال ممنهجة للتعطيل وتعمد عدم خروج مشاورات الكويت واستغلال هذه الفرصة الذهبية للخروج بنتائج طيبة، ابتداء بعدم الالتزام بوقف الأعمال القتالية والتصعيد في جميع الجبهات واستمرار تحليق الطيران وأعمال القصف الجوي وأعمال الحصار. وللأسف الشديد حتى الرؤى التي قدمت من قبل وفد الرياض عكست هذه المنهجية، لم تستوعب الآخرين ولم تستوعب الشراكة الوطنية ولم تتحدث عن كل الاستحقاقات الواجب تنفيذها وفقا لقرارات مجلس الأمن وكل المرجعيات المتوافق عليها، إنما يتعمدوا إلى اختيار بنود انتقائية ويفسروها كما يحلو لهم، وهذا يختلف كلية عن مضامين هذه المرجعيات وفي مقدمة القرارة 2016 التي وبقية القرارة مجلس الأمن التي تعتبر منظومة متكاملة لا يمكن تجزئتها. نحن نتحدث عن ضرورة وجوب سلطة توافقية تحكم المرحلة القادمة يشارك فيها جميع الأطراف وتشكل ضامن لجميع الأطراف وتنفذ كل الاستحقاقات الواردة بقرار مجلس الأمن وما تبقى من الاستحقاقات الواردة في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمرة وفقا لمبدأ الشراكة الوطنية ومبدأ التوافق. هذا المبدأ الذي كان حاكم للسلطة في اليمن ابتداء من العام 2012 عندما تم توقيع المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية المزمنة، محاولة الخروج عن هذا المبدأ لن يفيد على الإطلاق، وأصبح من المستحيل أن يحاول طرف الانفراد بالحكم خلافا لإرادة الشعب اليمني وإقصاء الآخر. يدرك بأنه لا مجال على الإطلاق بأن يستمر طرف في الانفراد بالسلطة. الحقيقة المحاضر لدى الإخوان القادمين من الرياض أنه كلما اقتربنا من مناقشة من العودة إلى هذا المبدأ ومناقشة استحقاقاته أو كلما طرقت بعض الأسماء كلما عادونا إلى المربع الأول وتمترسوا خلف موضوع الشرعية المزعومة التي يدرك تماما أنها لا يمكن على الإطلاق أن تأتي بجديد وأن تخرج البلاد إلى بر الأمان أو تتمكن من تجاوز هذه الأزمة الخانقة. شيء مؤسف أن نجد من أبناء بلدنا من يستمر ويحرض استمرار أعمال الحصار واستمرار الأعمال القتالية، والشعب اليمني يدرك تماما أن الأعمال الممنهجة لاستمرار التحشيدات في مختلف الجبهات وتعطيل أعمال اللجان المنبثقة عن الجلسة العامة للمشاورات تعطيل ممنهج. كنا اقتربنا من توافقات طيبة إلى حد كبير فيما يخص الجانب الإنساني، لجنة الجانب الإنساني، ولكنها اليوم معطلة من قبلهم لليوم الرابع على التوالي، برغم أن الجميع حاول أن ينعى بالجانب الإنساني عن الجانب العسكري أو الجانب السياسي، لأنه هذا الملف يفترض أن نتعامل معه بتجرد ولا نكحمه بملفات أخرى. ولكن للأسف حتى هذا الموضوع دائما يزايدوا بقضايا المعتقلين وبقضايا سجناء الرأي وبقضايا ولكن
يبتعد كثيرا كلما طرحوا الناس قضية التهجير القسري وقضية التي يتعرض لها كثير من أبناء الوطن من المحافظات بأكملها، وكلما تحدثنا عن قضية المعتقلين التي بيد الميليشيات العسكرية التابعة لهم التي في الديار من قبلهم ويتبرأوا من هذه الميليشيات ويقولوا أننا لا اتبعهم. الحقيقة ما زال الأمل يحدونا في أنه الضغوط التي يمارسها بعض الدول الراعية وجهود الأشقاء في دولة الكويت تسفر إلى إلزام وفد الرياض بالعودة إلى طاولة الحوار والخوض بجدية مصداقية في الاستحقاقات المطروحة على هذه الطاولة، واستغل ما تبقى من الوقت لخروج بتوافقات من شأنها أن تحل الأزمة اليمنية. هذا وعلق وفد الرياض مشاركته في المشاورات بعدما انسحب من الجلسة الصباحية التي ضمت رؤساء الوفود المشاركة في مشاورات الكويت والتي انعقدت بحضور المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. وجاء انسحاب وفد الرياض في محاولة منهم لتعطيل وإفشال المشاورات وإصرارهم على التمسك بمواقفهم وتعطيل النقاش الذي يدور حول قضايا إيقاف الأضوان السعودي ورفع الحصار وتحقيق السلام. وذكرت مصادر أن وفد الرياض جاء من بداية الجلسة بنية تعطيل المشاورات من خلال اقتراحه أن يكون علي محسن الأحمر رئيسا للجنة العسكرية والأمنية التي يفترض أن يتم التوافق على تشكيلها لتتولى الترتيبات الأمنية والعسكرية خلال المرحلة القادمة. واستمر وفد الرياض في رفض أي مقترحات أو رؤى هادفة إلى إيقاف العدوان السعودي ورفع الحصار الشامل والتوافق على سلطة تنفيذية انتقالية محددة بزمن وتنتهي إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ووضع الضمانات الخاصة بالمرحلة الانتقالية المزمنة.